ما من أحد هنا ولا شيء يسمع في هذه الفصول الدراسية بعد الإبقاء على التلاميذ في منازلهم، ليس إبعادا اختياريا بل قسريا مرتبطا بما تتخذه إدارة مدرسة عسيلان بمحافظة شبوة من قرارات. فالإعلان باستئناف العملية التعليمية هنا مرتبط بتوقف عمليات قصف تشنها الميليشيا على المنطقة التي تقع في نطاقها المدرسة. كل طالب شرد قبل شل شنطة حقه وشرد بيته، قريب من المدارس، قريب من بيوت المواطنين، قريب من المساجد حقنا ومن ديارنا. القصف العشوائي أصاب المواطنين وأبناءهم بحالة من الذعر والهلع، ما دفع غالبيتهم إلى النزوح عن مناطقهم التي ولدوا وتربوا فيها. مواطنين عاديين يسكنون في هذا المنزل، وتم استهدافهم استهداف مباشر من قبل ميليشيات الحوثي العفاش. التجول في هذه الأحياء لم يعد آمناً، فالإشارة إلى الخوف من الحرب في شبوة هي بالضرورة تعني الحديث عن مدينة عسيلان، أكثر المناطق تضرراً من القصف الذي طال مساكن المواطنين وترك آثاره في متناولهم. البلدة البعيدة التي قطعت ميليشيا الحوثي مئات الكيلومترات لتصل إليها تتعرض لمسلسل من الانتهاكات المستمرة التي طالت كل شيء في المدينة والمدنيين وفي مقدمتها حياتهم.